هادي يا ستي بيعرف وحدة تانية. لا شو بيعرف وحدة تانية؟ ما يعرف وحدة تانية. أنا فرجيك يا سعيد، أنا فرجيك هلا شوفي شو بدي أسوي فيه. طيب شوفي لي شوفي لي هو من وين بيعرفها وشلون عرفها؟ شوفي لي إذا بيحبها كمان. وقاعد هلا عم يشرب معها كاسة عصير. يشرب معها كاسة عصير؟ يلا هلا دق لي من شوي شلون هيك عم يشرب معها كاسة عصير؟ قال لي على أساس إنه هو مانو بالجامعة. يا أمي خلص بطلت. انا شوفي لي كفي. الله يوفقك. كفي الثاني غير كفي هذا. الله يخليك. شوفي لي بركي. شو جبه انت؟ شو كفي الثاني غير كفي هذا؟ هاد نفسها. شو رايك تعطيني رجلك شوف لك اياها؟ معلش شوفي لي شوفي لي انت شو خسرانه. الله يخليك يا ستي. اليوم عندك موعد على الغداء. رح تنعزمي عزيمتين، وحده غدا وحده عشاء. شو كالعاده رح تتقلعي تمطري بالشارع. هذا شارع شو عرفك؟ ليكي ابغى في طريق هون. كملي طيب يلا كملي كملي لشوف كملي. ايه ما رح كملي. ليش؟ ليش؟ والله الله يوفقك الله يخليكي. قومي ساوي لي ايه مساوي لك كملي. لا 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 قومي ساوي لي نفس ارجيله وتعي. قومي قومي روحي ساوي لي ساوي لها هيك نفس ارجيله شبك. روحي روحي مشان تشوف لك الكف منيح. تكملي لي كمل لي. شوفي لي انا اكفي ما كملتي لي ما كملتي لي شو بده يصير معي. مو هذا هذا شفتي لي يا عدم. شوفي لي ليكي بحبني شي يعني. هلا سعيد مو مبين انك رح تتجوزي بس مبين انك رح تتجوزي ثلاثه. لا مثل ما عم قلنا شلون يعني هيك بين معك؟ يا الله جعت انا والله جعت ما بعرف انا احكي اذا وانا جوعانه ما بيطلع معي شيء. شلون يعني؟ امي هيك اعملي لنا شغله هيك ناكلها نفرفش قلبنا فيها. وهي عملت سلطه احلى نفس ارجيله. طيب بدنا شيء مع الارجيله. صحن سلطه صحن تبوله بطاطا. طيب لك لك شغله ما بعرف ساوي غير شاي. انا رح اساوي لك كاس شاي شو رايك؟ ايه طيب يلا فكري لي هلا منيح هلا شو بده هيك يطلع معي. ايه يعني مشان تشوفي لي الكف منيح. ماشي ماشي يلا يلا روحوا روحوا يلا يلا يلا, 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 يلا. شو شعبك؟ ما لقيت الراس وين النارا؟ هلا شلون هيك انت بتنسي الصحن؟ اه حطيه كيف بحطه؟ حطي لي اياه اشوف. حطي انا ما بارقل هي اللي بتارقل. حطي لي اياه يلا ظبطي لي اياه منيح. ساوي لي شوف البربيش هيك شوف ايش حطي لي شوف منيح. وين هذا لسه ما بدك تحطي له فحمك؟ عافي لشوف مياده قوموا كملوا يلا كملوا اشتغلوا اشتغلوا. قبل 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 حبابي شوفي لي شوفي لي اذا انا انت شوف بس قومي شوفي هذا شوف قومي قومي انت وانت كمان انا شو خلص وقف اسمع نفاس بيعرف انا هيك يا سلطين. قومي جيبي لي النارا وشي يشربه يلا يلا عملي لي. طيب ليكي ليكي بين ما هي اجيب لك النارا بدي احكي معك موضوع مهم بخصك كثير كثير منيح. شو الموضوع؟ طيب خلينا احنا نشوف لك كفك. ايه هاتي لي ليك هاتي انت شو فيها الكف. قول لك هذا الكف اول شيء. عم تحكي حالك؟ جنيت لانه مجنونه انا حبيبي. سلامتك سلامتك. عم بحكي مع امي يعني مع مين بده يكون عم بحكي؟ هلا اللي بيحكي مع امه هيك بيصير فيه بيرجف كله سوا بيضل في شيء يعني. قالت لك شيء في خبريه مو منيحه لا سمح الله؟ خبريه مو منيحه؟ والله احلى من الخبريه اللي قالت لي اياها حبيبي. ما في ما في ابنه. خير حدا صاير له شيء يعني؟ شوف اتصلت امي واتصلت شادية واتصلت اختك كلن هدول جايين يعملوا لنا زيارة، وأختك جايبة مع رفقاتها قال بدهم يعملوا قعدة عندي، مشتاقين لي كثير وكلهم بدهم يشوفوني، وأمي هلا كمان حنت جاية عبالها تشوفني،
وشادية مشتاقت لي هي وحماتها، مدري هي وامها، والله نسيت شو قالت لي لانه عمد على قلبي بس قالت لي جايه. طيب هدي هدي يا حبيبتي هدي، يجوا اهلا وسهلا اهلا وسهلا بالضيوف، يعني شو المشكله؟ البيت واسع ما شاء الله وبيسع كله، ليش زعلانه؟ ليش معصبه انت؟ يا والله ليش معصبه انا؟ صحيح ليش محمله زياده عن اللزوم؟ شو نسيت انه هدول ضيوف بس يجوا لازم نضيفهم شيء؟ الله يصلحك يا انا، هلا هذا اللي اكله همه، يعني الضيوف اللي جايين مو غرب، امي واختي ورفقاتك، ما في حدا غيري، ضيفيهم، شو ضيافتهم يعني؟ شو بدهم يشربوا قهوه، شاي، بتيفور، من الموجود ضيفيهم. بتيفور؟ ليش نحن من ايمتى ما اكلنا بسكوت اللي ناكل بتيفور؟ حبيبي عنا قهوه ما عنا سكر، ولا عنا شاي، لك اذا بدهم يشربوا كاسه مي، الكهرباء بدها تنقطع، كاسه مي بارده ما في، لك من شو بدي ضيفهم؟ بعدين حدا بيضيف قهوه بلا سكر؟ كلهم خزيت العين بيشربوها بسكر، بس انا اللي بشربها سعاده، انا. وبعدين معك، وبعدين معك انت، وبعدين معك، فكرتيني ماني شايفتك. حبيبتي شايفتيني ولا مو شايفتيني؟ انت رفيقتي وخايفه عليكي، لك هاد هيثم عم يضحك عليكي، لك افهمي عمي يضحك عليكي، هذا التافه. وانت مين حطك وصيه علي؟ عم يضحك عليكي. عم يضحك براوي تبعك حبيبتي يلي بيعصمك وبيقلعك ثاني يوم. حبيبتي ما دخلك فيني ماشي، مو انت ما بدك يعني اتدخل فيكي، بس انا بدي اتدخل فيكي. ليش عطيتي مصاري؟ لك شفتك بعيني، شفتك لا تكذبي. شو عم تحكي انت؟ شفتك. لك انت مين حطك وصي علي؟ كنت قاعده وراكم بالطاوله اللي وراكم وقت طلعتيهم من جيبتك وعطيتيهم، لا تكذبي. يا حبيبي يا حبيبي، لك انت انت بدك تبطلي عليكي، لك هذا عم يضحك عليكي، هذا التافه الحقير اللي بلا امانه اللي عم ياخذ المصاري. لك 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 يا بطل يا بطل، لك طبيعي لك طبيعي لك عم تحكي على حدا؟ لا لا ما عم بحكي، ما عم بحكي على حدا، ما عم بحكي على حدا. طيب انت ما بدك تبطلي عاده التجسس هي؟ لك عاده التجسس هي ما بدك تبطليها؟ واخذه وراي على الطاوله كمان وعم تشوفي قديش عطيته مصاري؟ اسمعي لك، انا لهون وبس، ها بس هلا بتقومي بتطبي اغراضك وليه؟ وبتنقلعي بالغرفه، ما عاد بدي اياكي، عم تفهمي؟ خلص لك خلص لك خلص، طوري بالك. لك 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 يلا قومي. لك والله انا مشانك مشانك يا مجنونه، لك والله عظيم مشانك، لك بدي مصلحتك بدي مصلحتك انت وهاي هاي سمك، لك ان شاء الله هاي سمك انت وياه. مجنونه هيثم، اخ اخ منك اخ اخ.